هاي القوالب عندي بعد ما اترشت اعطيتها اللون الابيض لحبات الشوكولاتة اللي انا حابب اعطيها شوكولاتة غامقة. بعد ما اعطي اللون الاحمر او البرتقالي الالوان الفاتحة بعطيها لون ابيض. بترك القوالب لتعمل كريستالايز اقل شي 5 ل 8 ساعات، بيفضل لتاني يوم، وراح ابتدي الصب بكرة. درجة حرارة التبريد عندي من 8 ل 12، راح تطلع معي هاي اللمعة. الشوكولاتة راح تطلع بإيدي بكل سهولة، شوفوا اللمعة ما شاء الله. عندي هاي القالب الثاني، لمعة ممتازة، قواعد مشينا عليها صح. رح ناخد اللون صح، ورح يضل معنا اللمعة لفترة طويلة. هاي القطعة المقلوبة اللي راح نساويها، نحط فيها الحشوة بالعكس ونحط فيها المكسرات. لمعة الشوكولاتة نفسها من دون زبدة ما شاء الله. هاي انا عندي اللون الاحمر، ما اعطيته لون ابيض ابدا لانه الشوكولاتة الخلفية راح تكون بيضة.